احنا ايام بسيطه وهتنطلق بطوله كاس العرب نهايه الشهر ده ان شاء الله 30 نوفمبر، يعني بنتكلم حسبه اسبوعين من دلوقتي، ويبقى عندنا فرصه مره تانية نرجع نفتح اوراق المنتخب. كل التوفيق لمنتخب مصر، مبروك صدرت المجموعه. منتخب مصر يقدر في امكانه يقدم كره افضل من كده بكتير، وبالتاكيد في امكانه التاهل لكاس العالم. وانا حلمي الشخصي اللي تمنيته وقلت لحضراتكم انه نعود الناس انه الهدف والحلم مش الوصول لكاس العالم، الهدف ان احنا نروح كاس العالم نسيب بصمه ونيجي. هي الفكره مش انك انت توصل، الفكره انك توصل وتادي وتقدم وتلعب، وده اللي نفسي الحقيقه واللي شايف انه الجيل ده يقدر يعمله ويحققه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نقدر نعمل ده. اروح معاك لماتش الاهلي، هنرجع تاني نفتح ملف الدوري. انطلاقه قويه جدا للاهلي الموسم ده، ثلاث ماتشات علامه كامله، غزاره تهديفيه، ومنهم مواجهات تعتبر من كلاسيكيات الكره المصريه بيبقى ليها حساسيات بصرف النظر عن مستوى الانديه، اخرهم طبعا ديربي الدوري المصري اهلي وزمالك. هنرجع للمقاولين، بس في متغيرات. اولا توقف طويل بالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش دولي. ثانيا بالنسبه للنادي الاهلي هو غياب عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين مع منتخباته، معلول مع تونس، بنون مع المغرب، بيرسي تاو جنوب افريقيا، ميكي سوني، مين تاني مين ما قلتوش؟ ديانج مع مالي بالظبط كده. الخمسه ده صحيح، الخمسه الافار، وبالاضافه طبعا للاعبين اللي بيلعبوا مع منتخب مصر. تتوقع ده ممكن يكون عبء على مستر موسيماني وهو بيحضر لماتش المقاولين بعد بكره؟ هو انا بالنسبه لي الحاله الوحيده اللي مستر موسيماني هيحتاج يشتغل عليها هي حاله تاو، لان تاو خرج من التصفيات بشكل غريب جدا، فيمكن بس هي دي ممكن تكون. على فكره الموضوع ما انتهاش، خلينا برضو شيء بشيء يذكر. انت عارف انه كان في اعتراض على حكم المباراه وعلى ضربه الجزاء اللي اتحسبت لغانا. انا شفت ضرب، يعني شفت حاجه قمه الكوميديا، يعني حاجه قمه الكوميديا، واعتقد انه واتحسبت طبعا. وكانت اتحاد جنوب افريقيا قدم يعني اعتراضها على حكم المباراه وعلى نتيجه المباراه، وطالب ان الماتش يتعاد. ما اعتقدش طبعا، يعني مش بتحصل قوي، بتحصلش غير معانا احنا، عارف اللي هو عيدوا ماتش مصر وزيمبابوي، فاهم؟ حاجه مش ممكن تحصل حصلت معانا احنا، لكن ممكن تحصل تاني. اعتقد انه صعب جدا. انت شايف انه تاو نفسيا ممكن يبقى محتاج؟ هو ده بس، لان كمان واضح ان موسيماني تاثر نفسيا بالمباراه، نزل تويته بعد المباراه على طول كان بيتكلم فيها على التحكيم، وكان بيناقش فيها فكره انه التحكيم لازم يتحسن ويبقى افضل من كده. فاعتقد يعني، بس اعتقد موسيماني هيقدر يتخطى الموضوع لوحده، لكن اعتقد تاو هيحتاج مساعده من اللعيبه او من الجهاز الفني ان هو يتخطى فكره الخروج من التصفيات والخروج من كاس العالم، من تصفيات كاس العالم وعدم الصعود لكاس العالم. انا شايف كمان النادي الاهلي يرجع له لعيب مهم قوي، محمود متولي، هيدي النادي الاهلي فرايتي كويسه قوي الفتره اللي جايه. انا بحب الولد ده جدا، ياخد دقائق لعب. محمود متولي بالنسبه لي هو افضل امكانيات مدافع مصري بكل حاجه، يعني جيم انتليجنس، ستامينا، فيزيك، كل حاجه. هو بالنسبه لي يعني هو واحد من المفضلين يعني، وانا اعتقد ان الامكانيات دي كواليتي اللاعب الافضل، لكن برضه يعني ربنا يحميه من الاصابه، بس ربنا يرجعه بالسلامه. حظه فيري باد لاك، بس معلش يعني ما فيش حاجه ربنا بيعملها ما بتكونش خير. ان شاء الله باذن الله يكون الموسم ده بدايه استعادته للمستوى والتالق من جديد.